السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حول أسماء الله تبارك وتعالى ما بين الإسلام وما بين المسيحية. ولكن قبل ما نبدأ الحوار حابب أقول لكم كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وأن يكون زمايل المسيحيين بخير وفي أفضل حال. ندخل في الحوار بتاعنا. الحوار ده كان ما بيني وما بين واحد اسمه الرحال، ده المعرف بتاعه على البرنامج الحواري اللي إحنا كنا بنعمل عليه الحوارات. الشخص ده بيزعم إن هو شماس. الحوار ده خفيف شوية وأنا شفت إن ده هيكون أولى إن أنا أنزله من ان انا نزل الجزء الثاني من المناظره اللي فاتت، لان كلها خبط ورزع ودش ومش عارف مين، لكن لقيت ان الحوار ده خفيف مضحك لايت، في شويه معلومات ان شاء الله رب العالمين تفيد حضراتكم وتفيد زمايل المسيحيين اللي هيسمعوه، ولقيت ان هو كمان مناسب لعيد الاضحى المبارك. الحوار بدايته كان عن اسم الله في المسيحيه، ثم تطرقنا الى اسماء الله الحسنى في الاسلام، ولكن نهايه الحوار كانت صادمه مضحكه مؤلمه غريبه رهيبه مريبه، كل ده ازاي مع بعض؟ الله اعلم واعلم. علشان كده انت لازم تكمل الحوار لنهايته. وكان من ضمن الحضور في الحوار ده اخونا ابو عمر الباحث، طبعا بيكتب باسم ابو عمر الباحث، وكان ايضا من ضمن الحضور اخونا الشيخ رضا قلقيله، وهتلاقوه بيكتب على التكست باسم اسد، وكان في اخوه افاضل كثر حضور. وقبل ما نروح للحوار حابب اقول لكم ان الاستاذ الرحال اللي كان بيتكلم ده في عشم ما بينه وما بينه، علشان كده تلاقوا ان الحوار مفتوح وفيه هات وخد وهزار وبتاع، عشان بس ما حدش يزعل، رغم ان صاحب الشأن نفسه ما زعلش. اتفقنا؟ شكلنا كده اتفقنا. هتابع تعليقاتكم تحت الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك لايك، قدرت تدعمنا من خلال لينك الباتريون اللي موجود تحت في وصف الفيديو. توكل على الله ما يجراش. يلا بينا نسمع الحلقه، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طمني على الصوت، اكيد كويس ما دام انا بحكي يبقى لازم الصوت كويس. بدايه نحب نرحب بالاستاذ رحال، وربنا سبحانه وتعالى يجري الحق على لسانك، وربنا سبحانه وتعالى يوفقك، وده شيء يسعدني. بس هي دي امنيتي. يعني عايزك يا استاذ رحال يعني تشكل عليك ضغط عصبي زي المناظره اللي كانت معموله عامل يا اخي انجلوي زي المناظره اللي فاتت، عايزك تاخد راحتك خالص، انك بالفعل تكون بتبحث عن الحق، مش بقى ان هي خلاص حلبت مصارعه ومش عارف ايه والكلام ده، لا حاول يعني ادي لنفسك فرصه لعل وعسى تجد الحق، فربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديك يا رب لما فيه الحق. بداية انا احب اسالك سؤال بسيط جدا، وعلى فكرة انا ما عنديش اي مشكلة لو سألتك سؤال وقلت لي ما اعرفش، ده هيوفر علينا كتير جدا ان احنا نقعد نجادل في حاجة يمين وشمال لا لو قلت لي انا ما اعرفش ما عنديش علم في الجزئية دي، مش حاضرة معايا، مش عارف ايه، خلاص هنعديها ان شاء الله، بس علشان ما نقعدش تضيع وقتك وقتي، وان شاء الله نحقق افادة للناس. هو سؤال بسيط جدا 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 جدا، لا ان شاء الله الصوت كويس. انا عايز اعرف اسم الثالوث، الاسم بتاعه ايه هو؟ لان حضراتكم عندكم دلوقتي تلات اقانيم، الاب والابن والروح القدس، كلام جميل جدا ولذيذ جدا وخطير جدا. الاله بقى اللي هو تلات اقانيم ده اسمه ايه؟ انا لما اجي ادعي يا ايه يقول يا اب يا ابن يا روح قدس، لا اكيد الاله اللي هو تلات اقانيم ده عنده اسم. احب اعرف من حضرتك ما هو اسم الثالوث، اتفضل. الكتاب ذكر، الكتاب المقدس ذكر عدة اقانيم لله، عدة اسماء لله الواحد، منهم الوهيم، الوهيم اللي هي تاخد منها كلمة اللهم، والوهيم اخرها هي ميم اللي هي للجمع، فهي كلمة اله ولكن بالجمع، اله ميم في اللغة العبرية تعني الجمع، واللي اتخذت منها في اللغة العربية اللهم، اتخذت من ألوهيم، واللي اتخذت منها الله. تفضل معك مع حضرتك. كلام جميل جدا، ولكن اسمح لي ان اقول لك انت عندك خطأين. الخطأ رقم واحد، حضرتك لما سألتك على اسم الثالوث قلت لي إلوهيم، هنا في اتنين مغالطة. المغالطة الاولى ان إلوهيم ده هو اسم اله العهد القديم. طيب من هو اله العهد القديم يا شباب؟ هو الاب فقط، هو الاب فقط. طيب فين الدليل ان اسماء الاله في العهد القديم تخص الاب فقط، او ان اله العهد القديم هو الاب فقط؟ من كلام يسوع نفسه، انجيل يوحنا 8:54، يسوع كان بيتكلم مع اليهود بيقول لهم ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم، ابي الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. إذن المسيح يتكلم مع اليهود بيقول لهم أبي ده هو إلهكم أنتم يا يهود، إذن
إلهيم أو أي اسم من العهد القديم هذا يخص الآب وحده فقط. دي النقطة رقم واحد، يا ريت يا جماعة حد ينزل النصوص. النقطة الثانية ودي مغالطة أكبر بقى، إن إلهيم أصلا مش اسم من أسماء الإله. إيه رأيك؟ دي المغالطة الثانية. وفي مغالطة ثالثة، المغالطة الثانية إن إلهيم مش اسم من الأسماء المتفردة فقط للإله. لماذا؟ لأن موسى قيل عنه إلهيم. موسى موسى قيل عنه إلهيم، قيل عنه إلهيم. فين الكلام ده؟ في سفر الخروج 7:1، سفر الخروج 7:1 قيل عن موسى أيضا إلهيم. إذن إلهيم ده اسم غير خاص بالإله، لدرجة أنه أطلق على موسى وليس موسى وحده فقط، ولكن أطلق أيضا على القضاء، وأطلق أيضا على الجن، أطلق أيضا على الجن كما في سفر سمائيل الأول 28:13، فقال له الملك لا تخافي فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض، رأيت آلهة يصعدون من الأرض. الآلهة اللي بيصعدون من الأرض اللي هم كانوا الجن ولا العفاريت ولا ولا ولا، دول اتقال عليهم يا أستاذ إلهيم، واتقالت على موسى زي ما قلت لك في سفر الخروج 7:1 إلهيم. طيب دي كانت الجزئية رقم 2. الجزئية بقى رقم 3 وهي الأخطر شوية وهي المغلطة الأكبر، إن أصلا كلمة إلهيم أنت بتقول الهيه والميم اللي في الآخر تعني جمع. كويس، يعني أنت عايز تقول إن هم آلهة، عايز تقول إن كلمة إلهيم تعني آلهة، يبقى أنت كده مشرك، يبقى حضرتك مشرك. ولكن إلهيم معناها جمع للتعظيم وليس جمع للتعدد. طيب مين اللي قال إن هي جمع للتعظيم؟ مراجع كثيرة جدا 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 جدا، أكتفي مثلا دائرة المعارف الكتابية الجزء الأول صفحة 396، دائرة المعارف الكتابية جزء أول صفحة 396، يقول يعتبر الاسم العبري إلهيم بوجه عام بأنه جمع الجلال أو العظمة. طيب ألخص الثلاث نقاط اللي أنا قلتهم. أولا إله العهد القديم هو الآب. النقطة رقم 2 إن إلهيم دي ليست من أسماء الإله أصلا، بل أطلقت على كثيرين ومنهم موسى ومنهم الجن أو الأرواح التي تصعد من الأرض، وقيلت أيضا عن القضاء. النقطة رقم 3 اللي أنا قلتها دلوقتي إن هي معناها جمع للتعظيم لا أكثر ولا أقل. ويبقى السؤال قائم، ما هو اسم الإله الذي هو آب وابن وروح قدس؟ تفضل. في أدوناي اللي هو السيد، سيد الرب، في أدوناي وفي يهوى برضو للرب. فالله اتكلم عن نفسه انه اب وابن وروح قدس برضو في العهد القديم زي في العهد الجديد تماما. فالهيم اللي هو تعني الله الواحد، في أدوناي السيد او السيد الرب، وفي يهوى. اتفضل معك مع حضرتك. طيب كلام جميل. اولا كلمة أدوناي، أدوناي حضرتك بتقول ان معناها الرب، وفعلا ده معناها كده، وفي قاموس سترونج وورد بيقول ان هذه الكلمة لا تطلق الا على الاله. انا ما عنديش اي مشكلة، ولكن انت عندك الاب اله والابن اله والروح القدس اله، فيطلق على الاب الرب ويطلق على الابن الرب ويطلق على الروح القدس الرب، وهذه صفة، وهذه في الأساس صفة. فلما حضرتك بتقول يا رب، فمن تقصد؟ هل الأب أم الإبن أم الروح القدس؟ لأنها تطلق على الثلاث، تطلق حياك الله خير حبيب، تطلق على الثلاث، تطلق على الأب وتطلق على الإبن. أدوناي المعرفة بالألف واللام، وليست أدوناي المعرفة بالألف واللام، لكن دي بتطلق على ده أو على ده أو على ده. لكن أنا بسأل حضرتك عن الاسم، حياك الله أبو السباع، عليكم السلام. أنا بسأل حضرتك عن الاسم ده بالنسبة لأدوناي. بالنسبة لكلمة يهوى، ده خطأ وفيها من المغالطات بعدد أحرف كلمة يهوى أصلا، بعدد أحرف كلمة يهوى فيها من المغالطات. الحمد لله رب العالمين، خير يا طيب. الغلطة رقم واحد، أولا يهوى ليست اسم، يهوى ليست اسم. او ماي جاد، امال يعني ايه يهوى؟ انا هقول لحضرتك يعني يهوى. يهوى دي يا استاذ هي مجرد اختصار يه ه واو ه، زي مثلا شركه مساهمه مصريه الاختصار بتاعها شين ميم ميم. طيب ما ينفعش انت حضرتك تيجي تقراها شمم، ليه؟ لان ده مجرد اختصار شين ميم ميم. مثلا
سكة حديد مصر سين ح ميم ما ينفعش تيجي تقراها سحم. ليه؟ لان هي في الاساس اختصار. كذلك كلمة او الاحرف ي ه واو ه دي اختصار لاسم الاله وليس اسم الاله. ربنا يسامحك يا قريب، ربنا يسامحك، هذه اخلاقكم الصراخ على قدر الالم. نرجع تاني، ان هي ده مجرد اختصار وليس اسم من اسماء الاله. مين اللي قال الكلام ده؟ لا مش انا، انا ما قلتش الكلام ده، امال مين اللي بيقوله؟ تعال نشوف اللي بيقول الكلام ده. هو متى المسكين. قبل ما اجيب المرجع لمتى المسكين، خليني اقولك المغالطات كلها واقدم لك عليها المراجع. المغالطه رقم واحد ان هو اختصار لاسم الاله وليس اسم الاله. النقطه رقم اتنين، حضرتك والكنيسه واليهود لا يعلمون الى ماذا ترمز، يعني مش عارفين يه يعني ايه، يعني ايه يه؟ يعني انا عارف ان سين ح ميم، عارف ان سين يعني سكه، طيب عارف ان ح يعني كلمه حديد، عارف ان ميم يعني تعني مصر، لكن يه ه واو ه انتوا مش عارفين بترمز الى ايه، مش عارفين تفكوها وترمز الى ايه. دي النقطه رقم اتنين. النقطه رقم تلاتة، حضراتكم واليهود ما تعرفوش تنطقوها ازاي اصلا، ما تعرفوش تنطقوها ازاي اصلا. النقطه رقم اربعة، ودي الاخطر، ان هي ما بتتنطقش يهوه. حي الله يا عم زيرو، ما بتتنطقش يهوه، دي بتتنطق اصلا عند اليهود ادوناي. لما اليهود بيشوفوا كلمه يهوه مكتوبه في المخطوطات اللي هي يه ه واو ه، بيقراوها ادوناي، ما بيقراوهاش ياه. وهذا الكلام هجيب طبعا مراجع، اقدم بدل المرجع 10 لو عايزين، لكن ارجعوا لموسوعه ميخون نمره واسمعوا اي نص موجود فيه كلمه الاله. ماشي يا مولانا، حياك الله حبيبي الدي واي دي. كلمه الاله او كلمه السيد الرب هتلاقي بيقول ادوناي، ادوناي الوهيم، ادوناي. عمرهم عايز بس مرجع واحد فقط، او عايز نص واحد فقط في العهد القديم في كلمه يهوه، عايز نص واحد بس. طيب تعالوا نقدم المراجعة على الكلام اللي انا قلته. اولا دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان اسماء الله، النقطة رقم ثلاثة يهوه. تاني كده، دائرة المعارف الكتابية تحت اسماء الله النقطة رقم ثلاثة يهوه، يقول وهذا هو اسم العلم الشخصي لإله إسرائيل كما كان كموش إله مؤاب وداجون إله الفلسطينيين، ولا نعرف المعنى الأصلي ولا مصدر اشتقاق الكلمة. يا جميل يا جميل، ولا نعرف المعنى الأصلي ولا عارفين اصلا الكلمه دي او الحروف دي تم اشتقاقهم منين. طيب دي كانت النقطه رقم كام يا شباب؟ ثلاثة في المرجع. يعني النقطه بقى رقم خمسة في المرجع، لان المرجع مقسم 1 2 3 4 5 اللي في دائره معارف كتابيه تحت عنوان اسماء الله. النقطه رقم خمسة مكتوب فيها عن يهوه، هو اكثر الاسماء المميزه لله كاله اسرائيل ويكتب يهوه، ولكن اليهود يقرؤونه ادوناي ولا نعلم حقيقه اشتقاق الكلمه، ولا نعلم حقيقه اشتقاق الكلمة. هذا الكلام، ادي قاموس او دائرة المعارف الكتابية على موقع تاكلا، ودي نزلت اللينك. شوفوا النقطة يا شباب رقم ثلاثة، وشوفوا النقطة رقم خمسة، هتلاقي ان اليهود والنصارى ولا يعرفوا مشتق منين ولا يعرفوا معناه، ودي نزلت لكم المرجع على التكست. المرجع الثاني وهو كتاب اسماء الله في الكتاب المقدس للدكتور منيس عبد النور، اسماء الله في الكتاب المقدس دكتور منيس عبد النور تحت عنوان يهوه الكائن والذي كان والذي يأتي. يقول ومن الغريب أن يختلف العلماء في نطق هذا الاسم العظيم كما اختلفوا على معناه، ولعل السر في ذلك يرجع إلى الغموض الذي أحاط بهذا الاسم في استعماله، فقد لف اليهود حوله ثوبا من السرية إذ كانوا لفرض تقديسهم لهذا الاسم لا ينطقونه أبدا. انتظر يا أستاذ رحالة، أدي لك المايك وتعلق براحتك، لكن انتظر انتظر ودعك من الإسلام الآن. طيب خلاص، يعني انت شايف ان الاسلام في مشكله في الجزئيه دي، هنتناقش فيها حاضر يعني الاثنين، بس خلينا نكفي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. ماشي، بيقول فقد لف اليهود، من الغريب ان يختلف العلماء في نطق هذا الاسم العظيم، يعني مش عارفين اصلا بيتقرئ ازاي ولا بينطق ازاي. بيقول فمع انهم كانوا يكتبونه يهوه الا كانهم كانوا يقرؤونه ادوناي. من القائل؟ منيس عبد النور في كتاب اسماء الله في كتاب مقدس تحت عنوان يهوه الكائن الذي كان. انا لسه قايل لك انا كنت بناقشك في يهوه وإلهيم دلوقتي، بيقول لك ان يهوه ده اصلا مش اسم. يهوه حضرتك ما تعرفش بينطق، ما تقولش يهوه، معلش قول يه هه واو هه. انا مش قدمت المراجع على كده، انا مش قدمت المراجع ان انتوا ما تعرفوش اصلا بتنطق ازاي ولا عارفين حقيقه اشتقاق الكلمه. يبقى انت ليه اصلا بتقول وانت ما تعرفش اسمه؟ انت بتنطقه ازاي اصلا؟ انت تنطقه اربع حروف، دي حاجه.
نقطة رقم 2، قلت لحضرتك ان الوهيم قيلت عن الالهة الذين او الارواح التي خرجت من الارض، وقيلت عن القضاء، وقيلت عن موسى في سفر الخروج 7:1. اذا هذا اسم ليس اسم للاله، ولانه اطلق على موسى. انا مش قلت لحضرتك الكلام ده، قلت لحضرتك ان ادوناي تقال على الاب وتقال على الابن وتقال على الروح القدس، وهذا ليس اسم، لان هذا رب وهذا رب وهذا رب، كما تقول انت هذا اله وهذا اله وهذا اله. فانا اسالك، ما اسم هذا الاله الذي هو عبارة عن اب وابن وروح قدس؟ بالاضافة الى ان في نقطة يعني خطيرة جدا، حضرتك تقول انا مش دارس لغات. شايفين يا جماعة قد ايه النصرانية صعبة؟ بجد تأملوا كده، الواحد علشان يعرف اسم اله لازم يدرس عبري ويدرس مش عارف ايه ويدرس ايه. والله الحمد لله على نعمة الاسلام، والله الحمد لله على نعمة الاسلام وما ابسطها، لانه دين الفطرة، دين موافق لكل فطرة سليمة، عقل سليم. اذا انت مسلم، الاستاذ مش عارف اسم الاله، مش قادر يجيبه بالتحديد عشان هو مش دارس لغات. دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده، ان قلت لحضرتك ان المسيح كان بيتكلم مع اليهود في انجيل يوحنا 8:54، بيقول لهم ايه؟ ابي الذي يكلمني، عفوا، ابي الذي يمجدني، انتم الذي تقولون انتم انه الهكم. ابي هو الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم، الهكم، الهكم. اذا الاب هو اله اليهود. اذا اي اسم من العهد القديم هو اسم الاب. تاني يا استاذ، انا قلت الكلام ده وبعيده للمره يمكن الرابعه، اي اسم من العهد القديم هو اسم لاله اليهود. من هو اله اليهود؟ هو الاب. من القائل يسوع في انجيل يوحنا 8:50؟ ابي الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم. اذا حتى الان هذا ليس ادعاء، بل هذا يعني قول مثبت بالأدلة من كتابك ومن تفسير المعتمدة زي ما تحبوا تسموها من الكنيسة المصرية وغيرها. ما هو اسم الإله في النصرانية؟ الإله الذي هو آب وابن وروح قدس. أتمنى من حضرتك، أنا ما فسرش، طب لو سمحت اطلع فسرها لي، لو أنا مخطئ اطلع وضح لي خطأي فين. وما زال السؤال قائم، ما هو اسم الإله في النصرانية؟ حيا الله أبو عمر مباحث شرطة الأداب والبحث عن الشهر والمجد ومكافحة المخدرات. تفضل يا استاذ. قلت لحضرتك اسم الله اخذت منها الله، واخذت يعني انا بس انتوا اسم الله من عندنا، وجايين يعني عارف اللي جاي يبيع الميه في حاره السقايين، يعني انتوا جبتوا اسم الله منين؟ ما هو خدتوه من التوراه. الهيم اخذت منها اللهم، واخذت منها الله. يعني انا بستغرب لهذا يعني. تفضل مايك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا استاذ يعني ايه اتخذت منها الله؟ الاسماء اصلا ما فيش حاجه اسمها اسم اتخذ من هنا ولا اتخذ من هنا، لان دي لغه. يعني ما ينفعش واحد اسمه هابي انا اترجم اسمه في اسمه سعيد هنطق اسمه في الانجليزيه يقول هابي، ولا واحد اسمه مصباح اقول لمب او لمبه، مش هينفع يعني. فما تجيش تقول لي اصل اتخذت منها ومش اتخذت منها. واكدت لحضرتك وقلت لك وبقول لك للمره الثالثه او الرابعه انها قيلت عن موسى. طب خلينا واحد واحد، هل تتفق ان الهيم قيلت عن موسى؟ نعم ام لا؟ تفضل معك المايك. نعم اتخذت. لا، هو الكتاب قال عن المؤمنين انهم آلهة، صحيح انا قلت انكم آلهة، بس المؤمنين آلهة لكن الله إله. صحيح المؤمن ملك علنا ملك وكهل، لكن هو ملك ورب الأرباب. تفضل معي حضرتك يا استاذ رحال. الله يهدينا ويهديك. انا فهمت ولي حياك الله مولانا اسد ديمو يترجم مفكره. يا استاذ رحال الله يهدينا ويهديك، انت بتقول هي اطلقت على المؤمنين لكن الله هو اله الالهه، ده مش موضوعي اصلا. انا اللي انا اقصده اوضح لك ان هذا لم يكن خاص بالاله. انا عندي مثلا ما ينفعش اقول على اي حد الله، ايه رايك؟ ما ينفعش اقول الله هو، ما ينفعش، لان ده اسم خاص، اسم عالم لله سبحانه وتعالى، بس لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش. فانا بسال حضرتك ايه هو الاسم العالم الذي لا يطلق الا على الاله، انت اصلا ما تعرفوش، اللي هو الاله الاب والابن والروح القدس. هتقول لي الهيم هو لك اتقالت على موسى، اتقالت على القضاء، اتقالت عن كثيرين في الكتاب المقدس زي ما انا وضحتها لحضرتك. وانا سالت لك، وانا سالتك عفوا، قلت لك هل الهيم قيلت عن موسى؟ انت اقررت ضمنيا، قلت ايوه صحيح، هي قيلت حتى عن المؤمنين. اذا يبقى السؤال قائم يا استاذ، وما فيش حرج والله لحضرتك تقول انا ما اعرفش.
ايه هو اسم الاله اللي هو اب وابن روح قدس؟ تخيلوا يا مسلمين والشيء بالشيء يذكر. والله العظيم انا بستعجب جدا لما تلاقي النصراني جاي يقول لك قول لي يعني ايه كهاي عص وكاف هاي عين صاد، يعني ايه الف لام ميم؟ هم ما يعرفوش اسماء الههم، ما يعرفوش ان ياهو الاربع حروف دي بتتنطق ايه اصلا. والله العظيم بجد شيء يعني مخزي، مخزي فعلا. انت بتعبد اله مش عارف اسمه، عندك اربع حروف مش عارف بيتقالوا ازاي ولا مشتقين منين ولا جايين من اي حته. بل خليني ازود لك من الشعر بيت هيعجبك بجد، انا واثق ان هو هيعجبك جدا. دايره المعارف الكتابيه يا جماعه في النقطه رقم 5 في اللينك اللي انا نزلته بتاع موقع تاكله، هو نزله مره تانية. بيقول يا شباب، بيقول هو أكثر الأسماء المميزة لك إله إسرائيل ويكتب ياهو، ولكن اليهود يقرؤونه أدوناي ولا نعلم حقيقة اشتقاق الكلمة. ويتضح الآتي، ألف، بص يا جماعة كده ألف بيقول إيه فيها؟ كان هذا الاسم شائعا في الديانات الغير إسرائيلية كما يقول البعض، فريد ويدلتز وهومل وينكل روجوت، على أنه قد وجد في النقوش البابلية، ويبدو أن بعض الأسماء العمونية والعربية والمصرية. إذن ده اسم أصلا مشتق من الوثنيات، وثني يعني الاسم وثني، مش عارفين جايبينه منين، مش عارفين بيتنطق إزاي. ده غير أصلا إن ده حاجة متعلقة بإله العهد القديم اللي هو الآب وحده فقط، زي ما قلت لك في إنجيل يوحنا 8:54 يسوع بيتكلم وبيقول أبي الذي يمجدني الذي تكون أنتم إنه إلهكم. يبقى القضية محسومة تماما، ولذلك أنا ما زلت ولا زلت وسأظل أتساءل ما هو اسم إلهك الذي هو أب وابن وروح قدس. يا أستاذ يا ريت تتكلم يعني حتى كلام له وجهة نظر تحترم بالفعل، وحتى دعم كلامك بأدلة إذا كان فيه، يعني رد على كلامي قول لي أنت مخطئ، قول لي لا ياهو احنا عارفين بتنطق إزاي، قول لي لا المراجع دي غلط. يعني يا ريت تنتقد حتى الكلام اللي أنا بقوله، لأن ما ينفعش حضرتك تقر بالمراجع اللي أنا بقولها وأنت ما زلت مصمم إنك تعرف اسم الإله اللي هو الاب والابن والروح القدس اللي هو اصلا غير معلوم. تفضل اسمع منك. هو للاسف حضرتك بتفسر على مزاجك وتفسيرك، انت بتقول لي جايبه من مراجع. اولا انا ما رجعناش لهذه المراجع نمرة واحد، ثانيا المراجع اللي انت بتتكلم عنها دي كاتبها ناس ملحدين، يعني دي كل المراجع اللي بتتكلم عنها دي لمين؟ هتلاقيها ايوه استاذ في كليه اللاهوت، ولكن دول بتاعوا اساتذه النقد النصي. يعني احنا شرف لينا كمسيحيين ان احنا حطينا الكتاب المقدس على مائده التشريح وحطوا اساتذه لنقد الكتاب. هل انتوا في الازهر تقدروا تعملوا الخطوه دي انكم تعين استاذ في الازهر لنقد القران؟ لو طلع واحد وانتقد حرف واحد تكفروه وتعزلوه عن مراته والكلام ده كله. ما هو النقد النصي؟ النقد النصي ان علماء اوروبا علماء اللاهوت قالوا لا احنا ما نخدعش نفسنا، افترض جايز يكون الكتاب المقدس مش من عند الله، احنا نسيب اللي ينقد ينقد. والحقيقه يعني هو لو من عند الله هيصمت ولا يستطيع ان ينقده. فحط يعني طرحوا الكتاب على مائدة التشريح وعلى مائدة البحث، وكل اللي تقدموا لهذا العلم. استاذ رحال بالله عليك كفاية 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 والله العظيم. وانت فاكر ان كلمة نقد نص معناها نقد الكتاب؟ يعني تمسك الكتاب وتنتقده وتقول يقدروا عندكم يحطوا الكتاب في الازهر على مائدة التشريح ويقولوا الناس انتقدوه؟ اقسم بالله دي يعني انا لولا احترامي لحضرتك بس دي فضيحة والله العظيم. ايه يا استاذ رحال؟ علم النقد النص ده معناه علم الوصول لاقرب نص من النص الاصلي. اقرا يعني انت تمسك نص مثلا اللي هو بيقول انا والاب واحد، هتقعد تفتي او رساله يوحنا الاولى 5:7، هتمسك النص وتحاول توصل لاقرب نص يشابه النص الاصلي. هو ده تعريف النقد النصي. انت فاكر ان كلمه النقد النصي يعني جايبين علماء يقولوا يلا انتقدوا الكتاب؟ ايه ده؟ ايه ده يا استاذ رحال بجد؟ النقد العالي والنقد الادنى؟ النقد الادنى ده انت بتنتقد بتمسك النص تشوفه وتحاول تجيب اقرب نص يشابه النص الاصلي، ده النقد الادنى. النقد الاعلى بقى انك تشوف مين اصلا كاتب انجيل متى؟ مين كاتب انجيل يوحنا؟ مين كاتب سفر الملوك؟ هو ده النقد الاعلى.
انت بجد يا استاذ؟ ايه ده؟ لا مش ممكن يا استاذ. ايه يا استاذ الرحال ده؟ لا انا صعبت فعلا، انا قلت يمكن انا فاهم غلط، لقيتك انت بتقول اصل احنا عندنا حط لهم الكتاب وقال لهم شرحوه وقال لهم يلا انتقدوه. انت فاكر نقد يعني يمسكوه ينتقدوا الكتاب؟ انت فاكر حد يقدر ينتقد؟ ده لما مات المسكين طلع اتكلم في النقد النصي، ده شنو ده اصلا؟ بيحرم علم النقد النصي، تعرف كده؟ حرم النقد النصي، بيقول لك لا ده يؤدي الى الالحاد والجنون ومش عارف ايه وحاجات غريبه جدا. طيب دي معلش انا اسف جدا ان انا بسمي هذا الكلام يعني فضيحه، معلش اعذرني اعذرني يعني كده معلش. النقطه رقم اتنين بتقول لي المراجع اللي انت جايبها بتاعت ملاحده، ملاحده بقول لك مقيس عبد النور، تقول لي ملحد؟ مقيس عبد النور ملحد؟ متى المسكين ملحد؟ دايره المعارف الكتابيه بتاعت ملاحده؟ هرسوح ايه يا استاذ الرحال؟ جايبك من موقع تاكله تقول لي ملحد؟ بيها كرسي للنقد العالي؟ معلش ما دام هو كرسي النقد العالي يبقى تلاقيهم اقزام، ما كانوش طالعين الترابيزه عشان كده جايب لهم كرسي نقد عالي. يا استاذ الرحال الله يهدينا ويديك احترم عقولنا. ايه اللي حضرتك بتقول؟ انت بتقول اي حاجه والله وخلاص. لو سمحت اطلع خد المايك قول للناس اللي في الغرفه دول اسم الهك ايه؟ كفاك يعني كفايه بالله عليك كفايه، مش عايزين اختراعات اكتر من كده، وضح للناس ايه هو اسم الهك. اتفضل اسم الاله الاب والابن والروح القدس ما هو؟ قلت لك اسم الهنا الوهيم، وانتوا خدتوا منها اشتقيتوا منها الله، فانت اللي جاي تبيع المياه في حاره السقايين يعني. انت قول لي اسم الهك ايه اللي غير اللي انت اشتقيته من التوراه؟ ما علينا بالله اللي انت اشتقتها من التوراة، هات لي بقى اسم الهك انت في اللغة العربية الأصلية. اتفضل المايك مع حضرتك. يا استاذ انت بتسميه هروب يعني؟ انت بتهرب؟ انت بتهرب تقول لي هات لي انت انا اسم والله سبحانه وتعالى والاسماء لا تشتق اصلا، ما ينفعش انا اقول لك اصل ده مشتق من اسم عبري ولا مش اسم عبري ولا الكلام الفاكس اللي انت بتقوله ده. طيب وهرجع واقول لك يعني بلاش هروب، يعني احترم عقل حضرتك واحترم سن حضرتك واحترم المستمعين في الغرفة والناس اللي بيستمعوا عبر الأثير، يعني بلاش كده، ده اسمه هروب. أنا أعلم لله سبحانه وتعالى 99 اسم مش اسم واحد، أنا أعلم 99 اسم الله سبحانه وتعالى وليس اسم واحد فقط. أنا بقول لك بقى أنا عايز اسم للإله اللي هو الآب والابن والروح القدس. أنت بتقول إلهيم، انا سالتك قلت لك الهيم دي قيلت عن موسى، قلت لي ايوه انا عندي الله دي لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش اقول على سيدنا محمد الله، ما ينفعش اقول على سيدنا سليمان الله، ما ينفعش، هي تطلق على الله فقط لان ده اسم علم للاله، اسم علم لله سبحانه وتعالى. انا اجي اسالك اقول لك الهيم اتقالت عن موسى، بتقول لي ايوه، اذا هذا ليس اسم الاله لانه قيل عن بشر، اتقال عن بشر. طيب النقطة رقم اتنين ان اي اسم من العهد القديم يا استاذ قلت لك ده خاص فقط 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 بالاب، والدليل في انجيل يوحنا اللي انت لم تتطرق اليه ولم تقرأه ولم تعلق عليه ولم تعلق عليه ولم تجرؤ ان تعلق عليه ولم تسمع المستمعين على ان انت حضرتك هتطلع تعلق عليه، ولا حضرتك هتفكر انك تفكر تحاول اثناء هذا الحوار انك تعلق على النص اللي هو حضرتك معلقتش عليه اللي هو انا طرحته لك اللي هو اسمه ايه في انجيل يوحنا 8:54 ابي الذي مجدني الذي تقول انتم انه الهكم. يا نصارى لا تعلمون اسمي الهكم، والله هذه كارثه. هل يوجد نصراني يحب يساعد الاستاذ الرحال؟ في نصراني يحب يساعده؟ اطلع اطلب الغوث من اخوانك النصارى في الغرفه يا استاذ الرحال، ايمانكم يضيع. ليه؟ اسم اله مش عارفينه؟ دي كارثه. ما هو اسم الاله الذي هو ابو ابن روح قدس؟ اتكلم بالمراجع، انتقد المراجع بتاعتي، قول لي متى المسكين مخطئ، قول لي دايره معارف الكتابيه ما بنقبلهاش، قول لي مانيس عبد النور ده مدلس، اطلع قول الكلام ده اتفضل. طيب استاذ ميمو حضرتك قلت لي ان الله ليه في القران 99 اسم، هات لي اي اسم بتحدي استاذ. الله يهدينا ويهديك، اترك القران الان، جاوب وهندخل في القران حاضر. اطلع جاوب على سؤالي، ما هو اسم الاله الاب الذي هو اب وابن روح قدس؟ جاوب السؤال يطرح للمره يمكن ال 15 بعد ال 30 الاولى. اتفضل يا استاذ اطلع جاوب على السؤال. معلش انا بتحداك يا عم، ما تهربش من التحدي،
هات لي أي اسم من 99 اسم اللي عندك وأنا أطلعه. جزا الله يهدينا ويهديك، احترم عقلك، أنت فقدت أعصابك. ومين اللي بيهرب دلوقتي؟ مين اللي بيهرب؟ أنا بطرح لك السؤال المرة 19 وأنت مش عارف تجاوب، ما عندكش إجابة، وما قدمتش مراجع. حتى النص، عارفين يا شباب أنا مش جبت له نص إنجيل يوحنا 8:54 قلت له مش هترد عليه ومش هتقدر تفكر إنك ترد عليه، ولم تجرؤ إنك ترد عليه، ولم تجرؤ ولم تفكر، وقعدت أجيبها له بكذا صيغة. عارفين ليه؟ والله ده ذكرني بموقف أبو لهب لما الله سبحانه وتعالى أنزل فيه إنه تبت يا أبي لهب، إنه تب. لو كنت ظاهر بالإسلام، لكن هنا حصل مشكلة. يعني أنت إزاي بتقول تبت يا أبي لهب وتب وتظاهر بالإسلام؟ وبرضه نفس الكلام ده لو كان طلع تظاهر انه بيقرا النص كان وقعنا انا في ورطه. الناس كانت هتقول ايه يا ميمو، انت مش قلت لن يجرؤ على انه يرد؟ مش انت قلت لن يجرؤ انه يقرا النص؟ وبالفعل ما كرهوش والله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا استاذ الرحال معاك المايك، اطلع قول ما هو اسم الاله. كفاك هروبا يا استاذ الرحال، احترم عقول المستمعين. وانا اعدك ان شاء الله حينما ترد على المراجع اللي انا احضرتها انا هجاوبك على اي سؤال عندك في الاسلام. ها عايز حاجة تاني؟ بس ما تهربش، أنا معاك والليل طويل إن شاء الله رب العالمين. اتفضل معاك المايك. ما هو اسم الإله الذي هو آب وابن روح قدس الذي تعبدوه يا نصارى؟ عيب عليكم ما تعرفوش اسم إلهكم والله. اتفضل يا رحال. أولا احنا إله واحد لا شريك، الله واحد ولا نشرك، واحد نحن نعبد ظلمته ولا نفرق الله من كلمته. واسم الله قلت لك أدوناي يهوى، انت استقطن دي حاجه ترجع لك انت، لكن احنا كفايه يكفينا هذه الاسماء. اتفضل المايك مع حضرتك. طيب وايه رايك في المراجع اللي انا جبتها لمتى المسكين ومنيس عبد النور ودايره المعارف الكتابيه والمدخل الكتاب المقدس حبيب سعيد؟ بل خد بقى عندك كده لكمان عبد المسيح بسيط، اوبا اوبا اوبا، في كتاب هل المسيح هو الله يهوى الفصل الثاني يهوى رب العالمين سبحانه، ده اسم الفصل يعني. اصل الاسم يهوى ومغزاه، يقول وقد فقد النطق الصحيح للاسم من تقليد اليهودي اثناء العصور الوسطى وصار ينطق باشكال مختلفه اهمها يهفي او يهفيه او يهفي او جيهوفا. ده مين يقول كده؟ عبد المسيح بسيط يقول وقد فقد النطق الصحيح للاسم من تقليد اليهودي. اتفضل معاك المايك، ايه رايك في المراجع دي كلها؟ علالي على المراجع لو سمحت، ان هي بتقول ان يهوى ده اصلا فقد، لا تعلمون هو مجرد اشتقاق، هو مجرد اختصار لاسم الاله ولا تعلمون من اين اشتق، ودارت معارف الكتابيه اللي هي موجوده في موقع الانبا تكلا بتقول ان هو اسم اصلا وثني يوجد على بعض النقوش البابليه قبل اليهوديه وقبل النصرانيه بكثير، بالاضافه الى ان كتابك يقول ان الهيم اطلقت على موسى، اذا هو لا يعتبر اسم الله. اطلع رد على الحجه دي، رد على المراجع دي. اتفضل، الناس كلها في الغرفة 100 شخص بيسمع غير اللي بيسمعه عبر الأثير والحاجات التي اللي أنا راها دي كده، منتظرينك انك تطلع ترد على المراجع دي. اتفضل. الله مالك يهوى ذكرت أسماء الله، يجي واحد يقول لك ما ذكرش. طب انا اصدق الكتاب المقدس ولا اصدق شخص؟ انا الشخص ما شككش فيه، لكن اشكك في ان انت اقتطعت كلامه من سياقه. اتفضل معك مع حضرتك. اعملوا دلوقتي اعلان فضيحة ان ميمو بيقتطع هذه النصوص، هذه في صوت يا شباب، اعملوا اعلان دلوقتي فضيحة ان ميمو بيقتطع من تفسير متى المسكين عن يهوى. اطلع قول لي التفسير الكامل وقول لي انت اقتطعت ايه يا ميمو. يلا فضيحة، اطلع افضحني بليز، افضحني، انا مكتوب على جبيني كده افضحني، انا بحب الفضايح. اطلع دلوقتي هات لي اقتباس واحد انا اقتطعته من سياقه، سواء لعبد المسيح بسيط، سواء لمنيس عبد النور، سواء 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 من كل المراجع اللي انا ذكرتها. اتفضل. طب انا تحديتك في حاجه يا استاذ ميم وانت هربت من التحدي. معلش معلش، مش بص، من الاخر انا صعيدي والصعيدي ودماغي صارمه، يعني مش غير الحوار، انسى انك تفلت من الحوار اطلاقا، دي بص استبعدها يعني كانها من مكانك لغايه برج ايفل كده، تلاقي واحد بياكل جاتوه تحت برج ايفل كده من مسافه من عندك لعنده، هي دي كالمسافه ما بينك وما بين انك تقدر تغير الحر، والله مستحيل. اتفضل اطلع على المراجع دي بتقول ان انا ممكن اكون اقتطعتها من سياقها، اتفضل اطلع افضحني امام الغرفه. اتفضل. انا للاسف ممكن بتكلم المراجع اللي بتتكلم عنها مش موجوده بين ايديا حاليا، يعني انا لو موجوده بين ايديا
وتقرأ الموضوع من أصله هطلع لك أن أنت بتقتطع فعلا هذه النصوص من سياقها، لأن دول ناس أفاضل. ويعني مش من شوية كانوا ملاحدة، حول ولا قوة إلا أنت. مش لسه من شوية بتقول أنت بتجيب للناس ملاحدة، وجاي دلوقتي تقول لناس أفاضل؟ هم أفاضل ولا ملاحدة؟ ولا ملاحدة أفاضل ولا إيه؟ وبعدين لما الكتاب مش موجود معاك أنت إيه؟ يعني حضرتك بتشم على ظهر إيدك وعرفت إن أنا مقتطع؟ أنت كده بترضي نفسك كانوا ملاحدة وتابوا. يا لهوي، أنت كده حضرتك والله بتضل نفسك، بتقول لي أصل أنت مو بقى، يمكن أصل مش معايا بس أنت مقتطع مش عارف. يعني أنا مقدم لك دليل مش عاجبك، طب قدم أنت دليل مش عاجبك، أجيب لك نص من الكتاب بيقول ان اسماء الاله في العهد القديم هي للاب او اله العهد القديم هو الاب واحد فقط في انجيل يوحنا 8:54، وكررت النص بدل المره يمكن 10، مش قادر حتى تقراه، مجرد قراءه انت مش قادر. بجد عيب كده يا استاذ، عيب والله العظيم كده. اتفضل. وما زال السؤال قائم، الاب والابن والروح القدس تعلم اسماءهم وعندك دليل ان الوهيم ده اصلا اسم للاله؟ اتفضل. انا قلت لك ده يطلق على موسى وانت اقريت، ويطلق على الارواح التي خرجت من الارض وانت اقريت، يطلق على المؤمنين وانت اقريت، يطلق على القضاء وانت اقريت. اذا هذا الاسم لا يصلح لكي يكون اسم الاله، وان صلح فهو فقط للاب، لان الاب هو اله اليهود بموجب النص اللي انا قراته وهقراه تاني. يوحنا 8:54 يسوع بيتكلم مع اليهود بيقول لهم يا يهود إلهكم ده يبقى أبويا، إلهكم ده يبقى الآب، النص بيقول أبي الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. إله مين؟ إله اليهود. اللي هو مين؟ اللي هو الآب. الآب لمين؟ الآب ليسوع. إذن الآب هو إله العهد القديم. تفضل أسمع منك، ما هو اسم الإله الذي تعبده والذي هو آب وابن الروح القدس؟ أنا الإجابة اللي عندي قلتها لك، تفضل، ما عنديش إجابة تانية. تفضل مايك مع حضرتك. هي حضرتك فكرتني بنفسي ايام الجامعه، والمثال ده انا دايما بضربه كتير. كان الدكتور يقول لي يعني اكتب ما تعرفه عن القانون التجاري الدولي، فانا وما اطلع اصل القانون هو الذي ينظم العلاقات، وكلمه تجاري اذا هو متعلق بالتجاره، وكلمه دولي اذا هو دولي، وبهذا اكون اتممت تعريف القانون التجاري الدولي، شكرا، وكنت اخد امتياز في الاخر. اي اجابه انا اقولها، اي رخي كده مكتوب في الورقه، كان الدكتور ما شاء الله بيديني الدرجه النهائيه على طول. وانت حضرتك انا مش دكتور بقى، مش علينا، ده احنا تهرينا، ده انا مشيت الدكاتره في كليه تجاره عين شمس، لو اروح هناك اسال كده تجاره عين شمس عن محمود داود مشاله الدكاتره، يعني ابلفه كده بس بالورقه والقلم يعني بالكتابه. فحضرتك مش عليا والله. الكلام ده مش هيخيل عليا ابدا. انت بتجاوب اصل انا جاوبت. انت ممكن دلوقتي تطلع تقول لي تعرف ايه عن مجرد ضرب التبانة؟ يقول لك مجرد ضرب التبانة ده نوع من انواع الخضار، ويزرع من السلطة ونخرط عليه، بجد بتبقى تحفة. ها انا قلت اجابة، انا جاوبت، بس هل كلامي ده عقلاني؟ لا. هل كلامي ده منطقي؟ لا. هل كلامي ده بدليل؟ لا. ما هو ده اللي انت بتعمله، انت بتضل نفسك. صدقني انا مش هستفيد شيء الا الاجر من الله سبحانه وتعالى، لكن انت اللي بتضل نفسك مش اكتر ولا اقل. انت ممكن تضحك على ميمو، ممكن تضحك على اللي في الغرفه، ممكن تضحك على نفسك، ممكن، مش ممكن تضحك على الله سبحانه وتعالى. وانا يعني اللي انا بقوله لك ده صدقني ده لمصلحتك. طيب ده كان الموضوع الاولاني يا شباب، وزي ما انتم شايفين والحكم للمستمع. طيب تعالوا ننتقل للموضوع الثاني، لعل وعسى ان احنا نقدر نلاقي اجابه عند الاستاذ، وهو التناقض الشهير، تناقض العصا. انا هجيبها بمنتهى البساطه وبمنتهى الصراحه، كيف يكون كتاب من عند الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب فيه من التناقضات كما في عدد شعر رأس الأستاذ الرحال، وأخشى أن يكون الأستاذ أصلع. فإن شاء الله رب العالمين هنجيب التناقض دلوقتي موجود في إنجيل مرقس. إنجيل مرقس إصحاح السادس العدد 7. ثاني بس الإيسورد بيفتح، وان شاء الله يعني نلاقي عند الاستاذ رحال اجابه كده تقنع المستمعين وتقنعه قبل ما تقنعنا يعني ان شاء الله. في انجيل مرقس الاصحاح رقم، اللهم صل وسلم، انا فاتح لوقا. ايه دي اخرة اللي عايز يتجوز، قصدي اللي اتجوز. انجيل لوقا مرقس 6:7 يقول: ودع الاثنى عشر وابتدى يرسلهم اثنين اثنين، واعطاهم قوه وسلطان على الارواح النجسه، وقال لهم اذهبوا
وقوصاهم أن لا يحملوا شأن الطريق غير عصا فقط. اشهدوا يا مسلمين، اشهدوا يا نصارى الموجودين في الغرفة. النص بيقول وأوصاهم أن لا يحملوا شأن الطريق غير عصا فقط. إذن أوصاهم أن يحملوا عصا، لأن عصا أنا مستثناء غير عصا فقط. ولكن في إنجيل لوقا الإصحاح 9 والعدد رقم 1 و2 و3 بيقول ودع تلاميذه 12 وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء المرضى، وقال لهم لا تحملوا شائن الطريق لا عصا لا عصا لا عصا لا عصا لا عصا ولا مزودا، لا عصا ولا مزودا ولا خبز ولا فضة. النص الأولاني في مرقس 8 بيقول لا تحملوا شائن الطريق غير عصا. في إنجيل لوقا 9:3 بيقول لا تحملوا شائن الطريق لا عصا ولا مزودا. اتفضل، أنا عايز ما خرج من فم المسيح كما تؤمن. هل خرج من فمه أن قال لهم لا تحملوا عصا أم قال لهم احملوا عصا؟ أسمع منك يا أستاذ رحال، اتفضل. أولا المسيح أرسلهم كذا إرسالية، مش إرسالية واحدة. ممكن في الإرسالية الأولى قال لهم لا تحملوا عصا، في الإرسالية التالية قال لهم ماشي احملوا عصا، وفي آخر إرسالية قال لهم من ليس له قال لهم احملوا كيس ومزود وعصا. دي ده لا تناقض، دي يعني كل إرسالية غير التانية. اتفضل مايك مع حضرتك. أحسنت أحسنت أحسنت، كل إرسالية غير الثانية. تعالوا يا جماعة نؤكد على هذا الأمر، هل كل إرسالية غير الثانية أم لا؟ تعالوا نشوف لوقا 9. تعالوا نقرأ السياق بالكامل يا شباب، نقرأ السياق بالكامل. ودع تلاميذ الاثنى عشر وأعطاهم قوة، نزل نص يا جماعة على التكست فضلا لا أمر. ودع تلاميذ الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الأمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة ولا يكون لواحد ثوبان. إذن هذه الوصية في هذا النص لا تحملوا عصا في إنجيل لوقا 9. خلينا نكمل. وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك اخرجوا، وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار عن أرجلكم. قال لهم روحوا وانفضوا الغبار. ركزوا يا جماعة الكلمات اللي أنا هكتبها على التكست، قال لهم انفضوا الغبار لو الناس ما قابلتكمش والكلام ده كله. وأي بيت دخلتم فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية ويبشرون ويشفون في كل موضع. فسمع هيرودس رئيس الرابع بجميع مكان. من الذي سمع يا شباب؟ فسمع هيرودس. اكتبوا اسم هيرودس بأصابعكم الكريمة فضلا لأمرا. أنا مش عارف أنا مالي كده قالب على فيصل القاسم ليه. مهم ها شباب مين؟ هيرودس ها. فسمع هيرودس برئيس الرابع جميع مكان منه وارتاب، لأن قوما كانوا يقولون أن يوحنا قام من الأموات. ها شوف الناس بيقولوا ايه بقى، ان يوحنا قام من الاموات. اكتبوا لي يا جماعه الناس بيقولوا مين اللي قام من الاموات؟ يوحنا صح. ها يوحنا. وقوما قالوا ان ايليا ظهر، واخرين ان نبيا من القدماء. اذا القصه قال لهم روحوا كرزوا مش عارف ايه، هيرودس سمع الناس قالوا يوحنا قام من الموت، هوب قال لك لا ده ايليا ظهر، اخرين قالوا ان نبيا من القدماء. انتهت القصه المواردة في انجيل لوقا الاصحاح 9. تعال الإنجيل مرقس الإصحاح 6 ونقرأ ونشوف هل هي نفس القصة أم لا. آدي مرقس 6:7 ودع الاثنى عشر وابتدى يرسلهم وأعطاهم سلطان على الأرواح النجسة. نزل النصوص يا شباب. أوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، يعني يحملوا عصايا بس. طيب لا مزود ولا خبز ولا حسن في المنطقة، بل يكونوا مجدين بنعال ولا يلبسوا بين. وقالهم حينما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، كل من يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب. وانفضوا التراب، هناك كانوا يقولون انفضوا الغبار، نفس المعنى يعتبر. انفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم حق أقول لكم أن الناس تكون الأرض سدوم عمورة. المهم في النص رقم نكمل اللي بعدها. فخرجوا وصاروا يكرزوا أن يتوب، وأخرجوا شياطين كثيرة ودانهم زيت مرضى كثيرين فشفوهم. ركزوا يا شباب. فسمع هيرودس فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهور، وقال أن يوحنا المعمدان قام من الأموات. نفس الشخص ونفس الكلام. طيب نكمل كده. وقال آخرون إنه إيليا، وقال آخرون إنه نبي أو كأحد الأنبياء. إذن هي نفس القصة قرأناها. تفضل يا أستاذ رحال، نفس القصة اللي أجاب على السؤال ده أولا. وكن صادق، الناس بتسمعك 100 واحد وربنا شاهد، غير اللي بيسمعه عبر الأثير. نفس القصة صح؟ تفضل. ها ممكن الإرسالية مختلفة، الإرسالية هنا يعني، وممكن يكون أرسل 6 هنا قال لهم كده وأرسل 6 الآخرين وقال لهم كده. أرسل 6 و6 يا أستاذ، بيقول لك أرسل 12 تقول لي ممكن يكون أرسل 6، وانت حضرتك الممكن دي انت ممكن تحط وراها اي حاجه وخلاص. ده بيقول حضرتك هنا ده على 12 هنا ده على 12 هنا ارسل 12 هنا ارسل 12، نفس القصه، القصه واحده. انا بسالك سؤال لو سمحت جاوبني على قدر السؤال وهنمشي واحده واحده. هي نفس القصة نعم أم لا؟ اتفضل. هي قصة هيرودس نفس القصة، لكن مين قالك إن قصة الإرسالية هي نفس الإرسالية؟
ممكن إرسالية دي غير إرسالية دي. يعني كان كل يوم بيروحوا إرسالية، كل يوم بيروح يكرز، هو بيكرز في يوم واحد بس، النهاردة كرزوا. يا أستاذ كرز الله يهدينا ويهديك، هم كل يوم يروحوا يكرزوا، وكل يوم هيرودس هيقعد يقول لهم أصل إيه ده؟ سمع هيرودس رئيس الرابع وارتاب لأن اسمه صار مشهور، وكل يوم الناس هتقول إن يوحنا قام من الأموات ولذلك تؤمن بالقوات، وكل يوم الناس هتقول أصل ده إيليا، وكل يوم الناس هتقول أصل نبي وأحد الأنبياء. كل يوم الناس هتقول كده؟ إيه يا أستاذ؟ أين العقل؟ ها؟ فين؟ هيرودس إيه هيستلمهم؟ كل ما يطلع يقول البقين دول؟ كل ما يطلعوا الناس هتقول البقين دول؟ لا اعتقد هذا الكلام غير صحيح بالمره. بالاضافه الى افتح عندك الانجيل هتلاقي اصلا يا جماعه في جدول ورا، في جدول في الانجيل بيقول القصص يعني القصص اللي هي الواحده في كل الاناجيل. انت عارف انا طلعت القصه دي ازاي اصلا؟ او تقدر انت تطلعها ازاي بمنتهى السهوله؟ افتح كده الجدول اللي في اخر الانجيل عندك، طبعة دار الكتاب المقدس، ترجمه الفندق اللي معاك في البيت. حاضر يا اخونا اذا كنت وصلني الوزر بتاعك يا اخي كنت. حاضر يا اخي. هتلاقي مكتوب ان القصه موجوده هنا وهنا، يعني حتى في الانجيل اللي عملوا الانجيل بيقولوا ان القصه واحده، مش محتاجه بقى حضرتك تيجي تفتكس وتضلع. قلنا مش هتقدر اصلا. اتفضل يا استاذ، هي نفس القصه، جاوب نعم ام لا. اتفضل. برضو مش هي دي القضيه يعني حتى سواء قال له في انجيل قال له ما تاخدوش عصا، في انجيل قال خدوا عصا، ممكن يكون من الناسخ برضو، ممكن تكون خطا من الناسخ، ومش هي دي القضيه يعني اللي تشكك الواحد في الكتاب المقدس. اتفضل معك مع حضرتك. رائع جدا. اذا انت بتقول اصل ممكن احب انا ممكن، يا كلمه الممكن راي الفنان عاصي البتنجاني، انت بتقول ممكن ده يكون خطا من ناسخ. رائع. اذا هذا الكتاب فيه اخطاء صح نعم ام لا؟ جاوب على السؤال، سؤال خطير جدا، سؤال موجع، سؤال بجد تقيل شويه. اذا كتابك فيه اخطاء صح ولا لا؟ اتفضل. الكتاب المقدس كل الشعوب اللي اتبعت الكتاب المقدس تطورت وارتقت في سلم الحضاره، يكفي هذا دليل لصحته. أما كل الشعوب اللي ما اتبعتش الكتاب المقدس فجاءت في آخر سلم الحضارة. معلش احنا قاعدين تحت بير السلم، المسلمين أصلا كيف يقعدوا تحت بير السلم؟ حاكم عندك الجو ساقعة، وممكن يكون المسلمين ممكن بتاعتك برضه ممكن يكونوا طلعوا بس وقعوا، معلش يعني حد زقهم فوق ظرفهم بالرجل. يا أستاذ ما تجاوب على السؤال، جاوب على السؤال الله يهدينا ويهديك. إذا كتابك فيه أخطاء صح ولا لا؟ اتفضل. لا كتابي ما فيش اخطاء، جايز بقى انا مش عارف افسر، ممكن انا مع هوال انا عارف كل كبيره وصغيره في الكتاب. لا الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي معصوم من الخطا. اتفضل معاك. معصوم من الخطا، طيب يبقى ازاي واحد بيقول احملوا عصا والتاني بيقول لا تحملوا عصا؟ جميل رائع خلاص اهو كتاب معصوم من الخطا. يلا بقى ازاي بقى معصوم من الخطا وفي واحد بيقول احملوا عصا وواحد بيقول لا تحملوا عصا؟ اتفضل. ممكن اقول لك انا ممكن ما اكونش عارف التفسير، ربما واحد غيري، طبعا في ناس كتير عارفه التفسير بس انا ما اكونش، انا اول مره اسمع هذه النقطه فمش جاهز ليها. دي نقطه، ومش معنى ان انا مش عارف التفسير يبقى ما لهاش تفسير مثلا او ان الكتاب غلط. لا الكتاب صح، والمشكله في ان انا اللي ممكن ما اكونش يعني اطلعت على هذه النقطه قبل كده. بس اتفضل معاك مرحبا. طب على اي اساس حضرتك قلت ممكن يكون خطا من الناسخ؟ طيب سؤال بسيط جميل ظريف جدا سخيف رفيع أو كتابك فيه أخطاء من النسخ نعم أم لا؟ سؤال برضو لوزعي بس السؤال غير مباشر لأن السؤال اللي بعده هيكون أخطر. إذا كتابك الذي تؤمن بفيه أخطاء من النسخ نعم أم لا؟ تفضل. ممكن النسخ غير معصوم، الناسخ غير معصوم. رائع جدا. ممكن إذا كتابك غير معصوم لأن الكاتب غير معصوم أو الناسخ غير معصوم بدليل وجود أخطاء في النسخ. إذا ما دام هناك أخطاء في النسخ إذا هذا الكتاب غير معصوم صح ولا لا؟ اتفضل. لا في فرق، ما بتغلطش، في فرق بين الناسخ إنه يغلط وفي فرق بين إن الكاتب الأصلي إنه يغلط. الكاتب الأصلي ما غلطش، هو هنا الغلط نتيجة للنسخ ونتيجة لأن أجيال طويلة الكلام ده من 3000 سنة والعهد الجديد من 2000 سنة، فتعاقب الأجيال وناسخ بينسخ من ناسخ، فممكن بتفوت على كلمة من ذاكرة بيتهيأ له كلمة، فمش هي دي اللي تطعن في الكتاب المقدس. لكن في إيش ممكن تريحني ترجع للأصل كده وتقول لي الأصل بيقول يحملوا عصا ولا لا يحملوا عصا؟ ارجع بس للكتاب الأصلي كده، ممكن تقول لي نشوف كده بيقول يحملوا عصا ولا لا يحملوا عصا؟ ما دام انت بتقول ان ده غلطه من الناسخ، ويا ريت بعد اذنك معلش اشتري قلم كده لون احمر وعلم كده عندك في الانجليزي اكتب على الكلمه دي،
اشطب عليها كده ان شاء الله، لان بامر الله خليك تيجي في الاخر كده تمسك الكتاب المقدس تفر فيه هتشوف العلامات الحمراء فيه كتير قوي جدا. اشطب عليها كده وانت صلحها، اكتب تصحيح وامضي عليها واختم كده ان شاء الله رب العالمين. طيب اتفضل مع حضرتك المايك، شوف كده عندك في الاصل بيقول عصا ولا لا عصا. طيب اتفضل انتقل بقى لنقطة أخرى. أنا خلاص نقطة العصا دي أنا مش عارف، اتفضل شوف اللي بعدها. مش أنت لسه بتقول الأصلي وأنا عارف ومعاه الأصلي وعلى الأصل دور. خلاص ماشي حاضر، ننتقل على النقطة اللي بعدها. طيب تعالوا يا جماعة نجيب حاجة تانية صغيرة رفيعة برضه، الحاجات اللي هي الخفيفة اللي إحنا عايز مايك يا عم أسد. طيب اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أستاذ الرحال أنت تتعب فرصك، وربنا المعبود ميمو اللي بيناظرك ده هو او بيناقشك ده هو بيقول ان الاصل من عند الله والاصل سليم ومية في المية. بس هو فين؟ بس هو فين؟ هو انت مفكر ان ميمو بيناقش في التراجم ديت عشان في النهاية يقولك الاصل مضروب؟ لا، ما احنا عارفين ان اصل الاناجيل كان من عند الله، من وحي الله للمسيح صلى الله عليه وسلم، ما قلناش حاجة. يا أستاذ أنت أقريت الآن بضياع الأصل من حيث لا تدري، ومدام الأصل ضاع فهناك استحالة للتدقيق فيما هو موجود بين أيدينا من تراجم، وهو ده اللي احنا بنقوله. هو احنا بنحاورك عشان نقولك إن الأصل فاسد؟ لا، احنا عارفين إن الأصل من عند الله، بس هو فين؟ وانت قلت الكلمة، قلت ده من 3000 سنة مثلا حسب كلامك، والعهد الجديد من 2000 سنة، من ناسخ لناسخ 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 لناسخ، من شائط لائط لعباد الأرواح، وصلنا ما ايه؟ وصلنا محرف. وهذا ما يقوله الإسلام، وهذا ما يقوله القرآن، وهذا ما نقوله لك. اللي انت قلته الآن من حيث لا تدري ده هو ده اللي هي دي القضية يا أستاذ. أصل الضائع هو ايه اللي ليس لا اله الا الله؟ ما انت لسه ما اقريت الان، انت لسه قايل ده. هو انت لما عشان قلت الكلام هترجع فيه؟ زي ما رجع، زي برضو ما قلت على الناس ملاحدة ورجعت قلت ناس افاضل. يا استاذ الرحال ارفق بنفسك، فكر كده لخلاصك خلاصا حقيقيا. انا بس مش عايز اقطع الحوار اكتر من كده. والله دفاعك المستميت بدون دليل وبدون، مش سامحني في الكلمة، وبدون علم وبدون دراية لن يغني عنك شيء. استخدم عقلك. استنى يا محمد حاضر، استخدم عقلك أنت فيما تقوله وفيما تذكره. ده من يعني من فمك ودينك، من فمك ودينك أيها الأستاذ الرحال. فهو ده هي ده هو اصلا هو ميمو اصلا بيحاور معاك في كل ده ليه؟ عشان نوصل للنقطتين دول، ان الاصل مفقود والنسخ الموجوده غير معصومه، والنسخ اصلا كانوا بيقعوا في غلط، ومن ناسخ لناسخ لناسخ وصلنا الامر ممسوخ مشوه، يبقى كان لابد من ان ياتي وحي اخر يصحح هذا الايه؟ هذا الخطا. بس تفضل معاك المايك يا ميمو، جزاك الله خير. امين يا رب. لأنه بالفعل هي الزيتون اللي في الآخر، لابد من رسالة أو استكمال الرسالة بكتاب يصحح كل ما أثير من شبهات ولبس وتحريف حول الرسالة الواحدة التي هي كانت رسالة كل الأنبياء، وهي رسالة التوحيد. طيب، من كتاب معصوم بالفعل أو عصم من الخطأ، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا تاني الأستاذ الرحال، لو سمحت أنا عايز أسمع منك كده سؤال بسيط جدا. بطرس أنكر المسيح كم مرة؟ تفضل. بطرس أنكر المسيح 3 مرات. تفضل معك مع حضرتك. كلام جميل، كلام لذيذ، ما أقدرش أقول حاجة عنه. أنا عايز أعرف بطرس أنكر قدام مين. اتفقنا احنا قلنا 3 مرات يا شباب، 3 مرات، استعدوا للصاعقة. معلش احنا لسه نشوف مرتين ولا ثلاثة ولا افتحوا معانا دلوقتي يا شباب إنجيل مرقس الإصحاح 14 من عدد 66. إنجيل مرقس 14 من العدد 66، وركز معايا جدا. ادي سافتح عندي 66 بيقول ايه؟ بيقول 66 بيقول وبينما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة. متى التي جاءت يا شباب؟
جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة. اكتبوا على التكست فضلا من التي جاءت. ها إحدى جواري رئيس الكهنة. طيب، فلما رأى بطرس استدفئ نظرت إليه وقالت أنت كنت مع يسوع الناصري؟ فأنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين، وخرج إلى الدهليز فصاح الديك. فرأته الجارية أيضا وابتدت تقول حاضرين إن هذا منهم. مين اللي رأيته تاني مرة يا شباب؟ ها مين اللي رأيته؟ هاي شباب، نفس الجارية، نفس الولية بالضبط كده. فأنكر أيضا، وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس حقا أنت منهم لأنك جليل وأن لغتك تشبههم. طيب مين اللي قال في ثالث مرة يا شباب؟ وقال الحاضرون. مين يا شباب؟ ها الحاضرون. اتفضل يا أستاذ رحال كده، اتفق معايا على الآتي، إن أول مرة الجارية، تاني مرة كانت نفس الجارية، تالت مرة كانت الحاضرون. متفق معايا على هذا الكلام؟ اتفضل. ماشي، اتفضل كمل. متفق مع حضرتك، اتفضل كمل. رائع يا شباب. طيب تعالوا دلوقتي نشوف في إنجيل إنجيل متى إصحاح 26. آدي إنجيل متى وآدي إصحاح رقم 26. تعالوا نقرأ من العدد رقم 69. 69. وأما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي. إذن مين اللي قال هنا يا جماعة أول مرة؟ ها شباب، مين اللي قال أول مرة جارية؟ رائع، كلام جميل، مفيش أي مشكلة. فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى. ها رأته أخرى، والنص في فئة الترجمة الشباب بيقول رأته جارية أخرى صراحة. يبقى مين اللي شافه يا جماعة؟ آية الترجمة اليسوعية، ومضى إلى الباب الكبير فرأته جارية أخرى. ها مين الشباب اللي شافه تاني مرة؟ ها يا جماعة، جارية تانية، ولية تانية. برافو عليك. فأنكر أيضا بقسم إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام اللي هم الحاضرون، وقال بطرس حقا أنت أيضا منهم لأن لغتك تظهرك. إذا طبقا لرواية إنجيل متى، جاريتين والحاضرون. طبقا لرواية إنجيل اللي هو الأولاني مرقس، كانت جارية واحدة شافته مرتين والحاضرون. تعالوا خد بقى، يعني أدي اختلافه. طيب تعالوا نشوف في رواية ثالثة، يمكن رواية إنجيل لوقا توضح لنا، يمكن رواية إنجيل لوقا توضح الموضوع كيف حاله. لا 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 يا بامر، لا خالص، إطلاقا إطلاقا بكل المقاييس. ترجمة اليسوعية أمامك. طيب إنجيل لوقا إصحاح 22، لوقا إصحاح 22 من العدد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 56. فرأته جارية جالسا عند النار. اليسوعية نزلتها بعمر إيه؟ فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت هذا كان معه. ها يا شباب، إذن جارية صح؟ صح؟ طب ركزوا بقى. فأنكر قائلا لست أعرف يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر. تن تراران تن تن. من الذي رآه يا جماعة بقى؟ ها؟ رآه إيه يا شباب؟ آخر. آخر ده يعني يا شباب؟ ذكر بشنبات. ها؟ فقال بطرس يا إنسان لست أنا. ولما مضى نحو ساعة أكد آخر. إيه؟ أكد مين؟ أكد آخر، رجل تاني، بالحق إن هذا أيضا كان معه لأنه جليل. فقال لست أعرف يا إنسان. خد بقى عندك بقى يا أستاذ، اطلع جاوبني لو سمحت، عايز أعرف. هل هديك ثلاث اختيارات وتختار ما بينهم، هل جارية رأته مرتين ثم الحاضرون طبقا لرواية إنجيل مرقس، هل جارية جاريتين والحاضرون طبقا لإنجيل متى، هل الثلاث اختيارات تحت بعض، واختار وان شاء الله تكسب تكسب معانا الحياة الأبدية بأمر الله رب العالمين ان كنت صادق امام الله سبحانه وتعالى ثم امام نفسك. اختر ما بين الاقواس، تفضل. وهنا الكتاب المقدس بيركز على ان بطرس انكر ثلاثة مرات في ثلاث مواقف. ممكن الموقف الواحد يكون كذا واحد قال له انت منهم، ده يقول له ده تبعهم، لكن الكتاب ماشي، الكاتب ركز على رأي واحد عشان يوري انه انكر في هذا الموقف، لكن برضه هذا ليس تعارض.
ما فيش اي تعارض، مش حكاية. لا، هو الكتاب المسيح اهمس في اذنك، كان في واحد اسمه الرحال قال اصله انكر 3 مرات، بس قال اصله انكر 3 مرات. مصر انت لو عايز تعمل تكامل، ادي عندك راجلين وجريتين كده 4، والحاضرون ادي كده 5، وممكن نقول جارية مكررة، يبقى ادي عندك 5. انكر 5 مرات، ما انكرش 3. اتفضل لو سمحت، احترم عقلك قبل ان تحترم عقولنا، اختر ما بين الاقواس. جارية رأته مرتين ثم الحاضرون، ام جاريتين والحاضرون، ام جارية ورجلين او رجلان طبقا لانجيل لوقا، ايهما اصح؟ اتفضل. كلهم صح، ما فيش اي تعارض. على نفسي مش شايف اي تعارض، يعني لان هو الكتاب بيركز ان هو انكر ثلاث في 3 مواقف. الموقف الواحد ممكن يعني واحد ذكره من ناحيه، ان يعني ممكن يكون راجل قال له وست قالوا له مع بعض، ممكن يكون راجل وامراه قالوا له انت كنت معاه، لكن واحد ذكر الراجل واحد ذكر المراه، ما فيش اي مشاكل. اتفضل معاك مع حضرتك. كانوا كابلز يعني وماشيين ورا بعض، راح الراجل بص للست اللي جنبه قال لها 1 2 3، راحوا الاثنين قايلين في نفس واحد وانت ايضا كنت معهم يا بطرس، صح كده؟ انت يا استاذ بتخترع ايه يا استاذ؟ انت بتقول اي كده في الحلاوه ايه يا استاذ؟ الله يهدينا ويهديك. نص بيقول لك جاري، ونفس الجاريه شافته، النص بيقول لك جاريتين. طب لو سمحت، انا عايز اعرف هما كام جاريه وكام رجل؟ طيب كم جارية وكم رجل؟ طب الحاضرون كانوا موجودين ولا ما كانوش موجودين؟ طيب بص 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 بص، عندك في الانجيل الاخير اللي احنا استشهدنا بيه بيقول لك جارية ورجلان، جارية ورجلان، مفيش حاضرون خالص. ممكن تقول للراجل بقى هو والحاضرون كان واحد؟ يعني النص الاولاني قال حاضرون، النص الثاني قال حاضرون، النص الثالث قال لا رجل. اذا في اختلاف، صح ولا لا؟ اتفضل. ليس اختلاف على الإطلاق، في شيء اختلاف. ممكن الحاضرين فعلا كانوا بيقولوا ان هو انكر او هو معاهم او تابع الجليلي، لكن واحد هو اللي تزعم المجموعة ووقف بقى وقال له انت معاهم، انت تشبه لهم، صوت لغتك تشبه لغتك تظهرك. ففي رسول ركز النظر على الواحد اللي اتكلم فيه، قال ان الحاضرون كانوا يعني كل دي، كل واحد بيحكي من وجهة نظره، ما فيهاش اي تناقض على الاطلاق. اتفضل معاك مع حضرتك. بطهوين يا استاذ، كل واحد بيحكي من وجهة نظره، يعني الراجل لما مؤاخذه يشوفه من ورا يفتكر واحده ست؟ يعني الدرجه دي كان ايه؟ يعني كان لابس جيبه؟ كان راجل لابس جيبونه؟ كان مركب باروكه؟ مش عارف ده واحد ولا واحده. يا استاذ الله يهدينا ويهديك، انت بتقول ان هو انكره 3 مرات، وكل روايه دلوقتي مختلفه عن الروايه الثانيه. انا مش عارف دلوقتي هو انكر قدام مين، قدام واحد ولا قدام واحده، قدام الحاضرون ولا قدام واحد. ما هو بص يا استاذ الرحال، لا انت كل ما طلعت لا يوجد اي تناقض، لا يوجد اي تناقض، هذه الرساله لا يوجد اي تناقض، لا ومش دي الاجابه. ما دي اجابه ماشي خلاص، دلل عليها الدليل. انت ما قدمتش دليل. ده بالحال اصل ممكن يكون راجل وطلع من كتف واحده ست. ايوه، مش انت عمركم يا مسلمين شفتوا ان في واحده براسين؟ ممكن يكون واحد براسين، ممكن يكون الحاضرون وكان معاهم راجل، والحاضرون هم لسه بيتكلموا، قوم ايه بقى طلعت موجه كبيره كبيره من البحر بتاع الجليل وخطفت الحاضرون، راح الراجل واحد هو اللي نجي منهم وهو اللي اتكلم. ممكن يكون راجل فعلا وعامل ست، ممكن تكون ست وعاملة راجل. ايه يا استاذ اللي انت بتقوله ده؟ والله ده ما احترام للعقل ولا احترام اصلا لقدسية الدين، اذا كنت انت تعتقد ان هذا دين مقدس اصلا. لان انت عندك، انت حتى مش عارف مين انكر كم مرة، حتى انت مش عارف. معلش انت بصوا يا جماعة عشان الناس بتستمع، بيقول انت عندكم حديث الواحد له 10 روايات وجميعا مختلفون. معلش المسلمين وحشين، كخ كخ، انتوا ليه المسلمين عندكم 10 روايات وكلهم مختلفين؟ يا جدعان كبروا بقى الجمجمة. طيب معلش الله يسترك، ممكن تطلع تديني رواية منهم؟ يا نهار ابيض، هتسمع واحد شوط بنت 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 كده دلوقتي. اتفضل هات لي رواية منهم. وللأسف انا ماليش في موضوع الاسلاميات يعني بصراحة، لكن لو رحت غرفة من الغرف المسيحيين هيجيبوا لك 1000 رواية. مش رواية احبكش، وانت كده انت مالكش في حاجة خالص، انت ليك في ايه؟ طب حضرتك تعرف تعمل السبانخ؟ ايه رايك في السبانخ؟
ايه مالكش في السبانخ برضو ولا ايه؟ ما فيش. طيب بسلة استاذ رحال، يعني انت ولا عارف ولا في الاسلاميات ولا عارف تجاوب ولا، طب انت حضرتك بتحاور ليه؟ اتفضل كده معاك المايك يا عم. انت قلت هندخل في صلب العقيدة وفي الثالوث وفي الصليب والمواضيع ولاهوت المسيح، انت سبت ومسكت انت في المواضيع، يعني انتوا بصراحة المواضيع الأساسية كلها انتوا خلاص يعني فقدتوا الأمل فيها تقريبا، فانتوا ما عندكمش غير موضوع واحد اللي هو اللي انتوا يعني اللي على الساحة دلوقتي اللي هي الموضوع اسم الاله ده كان ايه؟ ما كانش من الصلب، كان نحاس. اتفضل. لا موضوع اسم الكتاب ده انتوا خسرانين فيه 100% يعني، لان انتوا اللي واخدين اسم الله 99 كله واخدينه من الكتاب المقدس يعني. طيب ماشي، ال 99 احنا واخدينه ماشي. طب اطلع هات لي اسم الرحمن. اتفضل. طيب اقول لحضرتك حاجه، يا الله رحمن ورحيم وكل ده موجوده في الكتاب المقدس، اديني دقيقه بقى انزل لك ايات ان الله رحوم وغفور وكل ده اجيبه لك ثانيه واحده، اصبر بقى دقيقه انزل لك الايات. عايز الرحمن، انا عايز الرحمن مش عايز الرحيم، لان عند الرحمن والرحيم ده اسم وده اسم، انا عايز الرحمن. عندك؟ اتفضل. الرحال انت رحت فين؟ اسمعني الرحمن اتفضل. ايوه امسك المايك جاوب. خلاص دي خلصت، يلا انت في الغرفة الرحمن، يلا اتفضل هاتوا. طيب نزلت لك ايات كتير، الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة مع الرحيم تكون رحيما كتير، يبقى انتوا واخديها من ايه؟ عايز الرحمن مش الرحيم. بمبررارا بمبرم. اطلع هات الرحمن اتفضل يا باشا. المصدر بتاعها الاساسي الكتاب المقدس. ايوه فين بقى الرحمن في الكتاب المقدس؟ اتفضل. طب الرحمن مش بتاخده منين؟ مش جاي من الرحيم؟ اتفضل مايك معاك. لا انا عندي دي غير دي، يلا اتفضل. انا عندي دي غير دي، وعندي ده اسم وده اسم، انا عايز الرحمن اتفضل. طب عرف لي بقى معنى ايه الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ اتفضل مايك معاك. وليكن ان انت عايز تقول ان مفيش فرق، خلاص مفيش فرق، يلا بس انا عايز الرحمن وعند الرحيم، لان عند الرحمن غير الرحيم، حتى احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الرحمن صفه والرحيم صفه والرحمن اسم والرحيم اسم. اتفضل لو سمحت انا عايز الرحمن. لا هما الاثنين مصدرهم واحد، دي مصدرها هي دي. اتفضل مايك مع حضرتك. بس امال انت جاي فارد صدرك عمال تقول لي هات لي اسم ليه؟ طب خد الثاني، هات لي المتكبر. لا المتكبر دي مش صفة، الكبرياء موجود عندنا في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو اللي نهى عن الكبرياء، هو اللي علم الناس ان الكبرياء دي عندي بقى الله متكبر. يلا عايز اسم المتكبر من عندك. حاشا ان الكتاب المقدس ينسب هذه الخطية لله. اتفضل معاك. رائع جدا ماشي، انت شايف ان هي خطية، يبقى اسماء الله الحسنى مش من عندكم، لان المتكبر مش عندكم، صح ولا لا؟ يلا اتفضل. أنا بقول لك المتكبر دي مش صفة حسنة، الكبرياء دي خطية وشر، فكون إن ينسب لله الكبرياء ده مش صفة حسنة. أيوه مش صفة، يعني الاسم ده مش عندك ولا عندك؟ عندك ولا مش عندك؟ اتفضل. لا الكتاب المقدس يترفع إنه ينسب هذا الشر إلى الله، ده شر، إزاي ينسب؟ ماشي خلاص، بس يبقى الاسم ده مش عندك، يبقى انت ليه طالع بتقول الاسماء دي انتوا جايبينها من عندنا؟ طالع ليه بتقول الاسماء جايبينها من عندنا والاسم ده مش عندك؟ اتفضل. الاسماء اللي هي تعظم الله وتمجد الله جميعها متاخده من الكتاب المقدس، فانتوا جايين تبيعوا الميه. جايين نبيع الميه في حاره السقايين وجايين نعرج في حاره المكسحين. ماشي اتفضل مع حضرتك المايك. قول لي انت ليه بتقول احنا واخدين ال 99 اسم رغم ان انت مش قادر تطلعهم من عندك من الكتاب؟ قلت لك الرحمن مفيش، المتكبر برضه تقول لي مفيش. طيب خد عندك المهيمن، هات لي المهيمن عندك من الكتاب. اتفضل. طيب اصبر بقى هطلعها لك، اصبر اديني وقت كده واطلعها لك. طيب انا عندي مشوار يعني بعد بكره ان شاء الله، فاتمنى منك انك تنجز وتخلينا نلحقه بامر الله يعني ان شاء الله. ايه ده؟ ده طب اطلع كده خد، فين المهيمن؟
خد المايك، فين المهيمن؟ استاذ الرحال، فين المهيمن؟ استاذ الرحال، فين المهيمن؟ استاذ الرحال، فين المهيمن؟ طيب لما يقول له سلطان في مملكة الناس وأن العلي متسلط في مملكة الناس، ما ممكن متسلط وله سلطان، يعني هي دي المهيمن. اتفضل. أموت أنا أعيد السنة، أموت أنا ممكن أعيد السنة اللي بعدها، يعني على حسب، يعني يمكن طالع مصر في السنة اللي جاية فمش هينفع فخليها بقى السنة. أنت بتخترع، أنت بتقول أي بلوزة وخلاص. لا يا أستاذ، فين المهيمن؟ مش أنت بتقول جايبينها من عندكم؟ فين المهيمن؟ اتفضل. المهيمن هي اللي بمعنى المتسلط او له سلطان. انا عايز المهيمن لو سمحت. انت بتقول جايبين، يعني المسلمين حرفوها، يعني خدوا بقى وقعدوا يدوا لها كذا. انا عايز المهيمن، جايه منين؟ اتفضل. كلمه ان الله له سلطان في مملكه الناس ومتسلط، انتوا ترجمتوها لمهيمن. اتفضل مايك مع حضرتك. استاذ ترجمنا ايه اذا كان كتابك اصلا باللغه العبريه واليونانيه تقول لي ترجمنا؟ انت بتخترع. هو مين اللي خد مني؟ احنا عندنا القرآن انزل بلسان عربي مبين. انت اللي كتابك كان العهد القديم عبري والعهد الجديد يوناني، رغم ان المسيح اصلا كان بيتكلم ارامي، تيجي تقول احنا اللي ترجمنا؟ ترجمنا في فين المهيمن؟ اتفضل. قلت لك نفس المعنى، نفس المعنى. كلمة مهيمن يعني المتسلط او له سلطان في المملكة الناس. والكتاب قالها المقدس قبليكم ب2000 سنة او ب3000 سنة كمان، ب2500 سنة. الله له سلطان في مملكة الناس. استاذ انا عايز المهيمن، انا مش عايز المتسلط. دي كلمه كخه زي ما الاخ بيقول لك على التكست. انا عايز المهيمن. عندك قول لي نعم عندي، ما عندكش ما تقعدش تعمل شغل الجلجله. احنا انت مش قاعد في كنيسه وانا هقول لك امين. اتفضل. ماشي، مش موجود المهيمن. اتفضل مايك مع حضرتك. طيب خد بقى اللي جايه دي، خد اللي جايه. مش انت بتتحداني؟ دي خسرت التحدي. خد اللي جايه دي. انا عارف يا جماعه، اعذروني في اللي انا هقوله، اعذروني في انا اللي انا هقوله فيه غلط، اللي انا هقوله فيه غلط، اللي انا هقوله فيه غلط، بس هذا فخ، هذا فخ، هذا فخ. اتفضل. من اسماء الله المنتقم. اتفضل، هات لي عندك الله منتقم، هات لي عندك اسم ان الله منتقم. مكتوب لي النقمه انا اجازي اقول الرب، لا تنتقموا لانفسكم، لي النقمه انا اجازي اقول الرب. فهي منتقم يعني متخذه من المنتقم، والله هو اللي هيقيم الدينونه. باللي انا كنت تقول بالله، كنت اقول لفظ وحش. انت النص عندك بيقول لا تنتقموا، وانت جاي بتقول لي واخدين المنتقم. انت النص عندك اللي بيقول لك لا تنتقموا، النص اللي انت بتقراه. اتفضل يا استاذ، انت عندك الله المنتقم. اتفضل. لا هنزل لك النص، اصبر ثانيه واحده، هنزل لك النص. بيقول لي النقمه انا اجازي اقول الرب. هنزل لك النص حالا يا عم. انا مالي ومال النقمه؟ انا بقول لك فين المنتقم؟ انا مالي ومال النقمه دلوقتي؟ فين المنتقم؟ اتفضل. ما يا باشا، لما كلمة اللي هي النقمة أنا أجازي أقول الرب، يعني هو اللي بينتقم. أنتوا خدتوه عشان إحنا خدناها كان فيها قاف ونون، ومنتقم فيها قاف ونون، قلنا بس كله عند العرب صابون، يبقى هنا النقمة يعني منتقم. أنت بتخترع، أنت بتخترع. فين المنتقم؟ عايز من عندك حاجة بتقول إن إلهك منتقم. اتفضل. أنا جبت لك الآية، الآية قدام عينك أهي. لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي أقول الرب. الله هو اللي بينتقم، مش البشر. أنا ما انتقمش لنفسي، الله اللي بياخد يعني. يا عم أنت بتقول إيه بتنجان؟ هي فين الانتقام في النص؟ فين الانتقام في النص؟ فين؟ اتفضل. أنت مش عايز تشوف، خلاص دي حاجة ترجع لك أنت. معلش اصل انا مش عارف اشوف ان النقمه انت عايز تقول ان هي الانتقام. ارجع واسالك فين الانتقام في النص؟ ايه؟ اتفضل. روح المعنى، المعنى نفسه موجود في الكتاب. انا اعرف روح الخل، هي دي بصراحه اللي انا اعرفها. طيب انا هجيب لك نص. عندك في صمويل الثاني 22:4 الاله المنتقم ليه والمخضع شوبا تحت. انت عندك يسوع هو المنتقم؟ انت عندك هو فين؟ مش اله المحبه؟ بالمناسبه يا جماعه، المنتقم ليس من اسماء الله الحسنى. المنتقم ليس من اسماء الله الحسنى. اتفضل يا استاذ، انت حضرتك
عندك يسوع منتقم، عشان كده نبهت وقلت ده خطأ لكن عدوه. انت عندك يسوع منتقم؟ تفضل. يسوع هو الديان، هو اللي هيدين العالم. عم انت بتسمع منين ولا مؤاخذه؟ انت بتسمع في غرفه تانية. انا بقول لك هو المنتقم، تقول لي هو الديان. يسوع هو المنتقم، اتفضل. ايوه بس كل شيء في وقته. هو جاء الخلاص، لم ياتي ليهلك الناس بل ليخلص. ايوه يعني انت عندك الهك منتقم، صح ولا لا؟ اتفضل. بس لكل شيء وقت الانتقام. ايوه لكل شيء وقت، يا ماشي. يعني دلوقتي ازاي بقى الهك منتقم وانت بتقول ان هو اله محبه واله ملبه وحاجات حلوه زي كده؟ اتفضل. هيجي وقت للدينونه، لازم مزمع ان يدين الناس برجل قد عين في وقت جاي. هو انت ممكن تنتقم من حد بتحبه؟ ممكن تنتقم من حد بتحبه؟ اتفضل. انا ما انتقمش، لكن الله لا تنتقموا لانفسكم بل اعطوا مكانا لله. ممكن الهك ينتقم من حد بيحبه؟ اتفضل. في وقت للدينونه، ده ما لا يتعارض مع هذا. في وقت للدينونه. عم جاوبني بس، الله يسترك. هل الهك هينتقم من اللي بيحبهم؟ اتفضل. اللي بيحبهم عمل المستحيل لانقاذهم وهم رفضوا، فلازم هتحق عليهم الدينونة. يعني مفيش حد يعمل زي ماذا يفعل لكرمي وأنا لم أفعله. عمل أكتر شيء يتخيله العقل، إنه أخلى نفسه وخد أخلى نفسه، أخد صورة عبد ونزل وقال هكذا أحب الله العالم، وفي الآخر جاي بينتقم منه. وفي الآخر جاي بينتقم منه. طيب تعالوا للنقطة اللي بعد كده. انت عندك عايز اسم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايز اسم ايه؟ اختار لك اسم تاني كده، احنا بندردش يعني. عايز حاول كده، عايز المؤمن. المؤمن، اتفضل. المؤمن دي صفة للبشر، ما ينفعش لله. يعني مش عندك، يعني مش عندك، صح كده؟ مفيش، صح؟ اتفضل يا أستاذ. المؤمن دي صفة لا يجوز أنها تتقال في حق الله. دي أيوة يعني مش عندك، عندك ولا مش عندك؟ اتفضل. كل ما يعظم الله وكل ما يجل الله تلاقيه موجود في الكتاب المقدس، لكن ما يخالف. أيوة يعني موجود ولا مش موجود؟ صراحة يلا هاتها بشالين بقى، هاتها من أبو شالين بسرعة كده. موجود ولا مش موجود؟ اتفضل. ماشي مش موجودة، اتفضل. معك مع حد امسك المايك وقول الرحال خسر التحدي، لان 99 اسم مش موجودين عندنا. اتفضل امسك المايك كده وقول الرحال خسر التحدي. لا ما خسرتش التحدي. اللي كل ما يعظم الله من اسماء ال 99 طب موجودين ولا مش موجودين؟ يلا جاوب نعم ام لا. نعم ام لا. نعم ام لا. 99 موجودين ولا لا؟ اتفضل. للاسف انا لما قلت 99 اسم ما خطرش على بالي ان فيهم اسماء تهين الله يعني. اتفضل مايك مع حضرتك. لكن ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني؟ لا 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 لا. قبل ما تتحدى بعرف انت بتتحدى مين وبتتحدى في ايه. طيب اتفضل. المتعالي طلع علي من عندك. اتفضل. لا عندنا دي موجودة، دي عشان دي صفة عظيمة في الله. اي صفة تعظم الله تبقى موجودة عندنا. فوق مش المتعالي برضو هو المتكبر، ولا انت عندك فرق ما بينهم بالنسبة لك انت بمنطقك؟ مش المتعالي هو المتكبر؟ اتفضل. لا العالي غير المتكبر. المتكبر يعني بياخد مكانه اعلى من مكانته. لا مش عالي، المتعالي. المو مو مو تعالي وليس العالي. اتفضل. لا حكايه الاسلوب التنقيط وعدم اتاحه الفرصه للحوار ده يبقى يعني ما عهدتوش في هذه الغرفه بصراحه. يعني انا ما عهدتش في هذه الغرفه النظام اللي حضرتك بتتبعه يا استاذ بيمو. الله عالي، موجودة في الكتاب. فوق العالي، فوق العالي أعلى. أنا بنقطك ليه؟ لأن مش ده سؤالي. عرفت أنا بنقطك ليه؟ المتعالي. أنت مش سامعها؟ مو مو فتحة، مو فتحة، إيه دي مضمومة؟ ميم ضمة، ميم مو ت فتحة تاء تاء. المتعالي وليس العالي. اتفضل. طب اديني لحظة بس للرد يا أستاذ ميم. متعالي يعني هو بيعلي نفسه في مكانه مش مكانته، وهذا لا يحق في حق الله انه يتعالى. اوبا دي موجوده عندك في الكتاب المقدس. تن تن تن
لا دي مش ضحكتي على فكرة، ده انا يعني كده موجود عندك في الكتاب المقدس. ايه رأيك بقى، ايه رأيك بقى يا استاذ ان المتعالي اللي انت بتقول حلوة ووحشة موجودة عندك في الكتاب؟ ايه تعليقك؟ اتفضل. طب نزلها بس الاول يا عم قبل ما تضحك كده، نزلها. عيني انت جيت في جمل، نزلوا يا جماعة النص اللي هو موجود في مزمور 82:9، واما انت يا رب فمتعال الى الابد. اما انت يا رب فمتعال الى الابد. مزمور 47:9، شرفاء الشعوب اجتمعوا على شعب اله ابراهيم لان لله مجان الارض وهو متعال جدا، وهو متعال جدا. إشعياء 5:16، وتعالى رب الجنود. اتفضل يا استاذ، ايه رايك ان انت قلت مش موجوده وطلعت موجوده؟ يا لهوي، في فرق بين انسان يقول الله انت متعالي او انت يعني غير الله يقول على نفسه. الله ما يقولش ان هو متكبر او ان هو متعالي، لكن البشر بيقولوا انت متعالي على الكل. يعني في فرق بين دي وبين دي. اتفضل مايك مع احمد. ده على اساس ان الاله عندك هو اللي راح جاي بيقول لك اصل انا الله المستعان. احاول بس والله العظيم اضبط بس كده الريتم علشان حاسس ان في حاجه هتزفلط، حاجه اسكندراني مش عايز اقول لكم ايه هي بصراحه، بس ممكن حاجه اسكندراني كده تخرج وانا ماليش في الاسكندراني. يا استاذ ده كتابك هو اللي بيصف الاله، مش دول كتبه مساقين بالروح القدس وبيصفوا الاله؟ ده هو اللي بيخبرك ان الاله متعال جدا، بيقول لك هو متعال جدا، هو اللي بيخبرك بهذا الامر. ما بيقولكش اصل الله لا، ده بيخبرك بيقول لك ربنا ده متعال جدا، هذه الصفة عندك وقيلت عن الإله. ده غير عندك النص أصلا اللي هو في إشعياء 5:16 يقولك ويتعالى رب الجنود بالعدل وتقدس الإله القدوس بالبر. دي الناس بتكتب وهي مساقة بالروح القدس، كتبوا عن الإله وبيوصفه لك وبيعرفه لك. دول بينطقوا بالوحي كما أنت تؤمن، فنطقوا بالوحي وقالوا أن الله متعال جدا، ولا الإله خلاهم يقولوا عليه حاجة وحشة؟ اتفضل. يعني بص يا استاذ ميمو، انا ما بقول لك ال 99 اسم متاخده من الكتاب، يعني فعلا يعني معنى الكلام بتاعي ان انتوا ما تحاولش. المتعالي اتفضل موجود عندك في الكتاب وانت قلت وحش، ما تحاولش. قلت لك انا صعيدي دماغي صارمه في الحوارات ما بغيرهاش والله. اتفضل، المتعالي موجود عندك، اتفضل هتقول ايه؟ خلاص موجوده يا عم، طلعت انا اللي اللي مش متعالي. اتفضل مايك معاك يا عمو. طيب اسم المنصور هتقولي من كتابك، اتفضل. خلاص كده الماتش خلص يا عمي، وانا البنزين شطر، يلا كفايه كده النهارده. لا هات لي بس اسم المنصور من عندك، هات لي اسم المنصور من عندك، اتفضل. انا النهارده صدقني كده البنزين شطر، بس ما كانش الحوار بصراحه اللي انا متعالي. والله خليك تقول اللي انت عايزه، بس هات لي المنصور موجود ولا لا؟ اتفضل. ما خلاص الماتش خلص بقى، خلاص يا عم وانت اللي فزت يا عم، خلاص يعني عشان خاطري، عشان خاطري بليز بليز بليز. المنصور موجود عندك ولا لا؟ عشان انت تقول احنا خدنا 99، يلا انا اجيب لك اهو. المنصور دي موجود عندك ولا لا؟ اتفضل. طب بص بقى لما ادخل على البرنامج ونشوفها موجوده ولا مش موجوده، اديني دقيقه بس كده. طيب انا مستنيك اهو، انا مستنيك، انا مستنيك، انا مستنيك، انا مستنيك تاني برضو، انا مستنيك برضو تاني. ها جيت ولا لسه؟ اللهم يا رب جيت ولا لسه؟ انا مستنيك. ها لقيت؟ هو بيحط حرف ميم في البتاع وبيطلعه خلاص، وبيحط حرف ميم ونون ممكن كده يحطها بتاع ما علينا. انا مستنيك، يلا اتفضل معاك المايك جاوب. فعلا في نبوة عن المسيح لما يدخل اورشليم، ابتهجي ابنة صيام صهيون، اتفي يا بنت اورشليم، هو زي ملكك ياتي اليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتاك. موجوده في الكتاب، بس دي صفه من صفات المسيح. ايوه يعني اسم المنصور موجود عندك ولا مش موجود؟ عشان انت بتقول احنا خدنا 99، اسم المنصور ده موجود عندك ولا لا؟ اتفضل. موجود يا باشا،
موجود، اتفضل المايك. انت عارف اسم المنصور ده؟ ده اسم محل فول وطعمية عندنا، عندنا في محل اسمه هو اسمه المنصور. المنصور ده مش من اسماء الله الحسنى. اه والله عرفت انك ولا تعرف اسماء الله الحسنى عند المسلمين ولا عند النصارى ولا عند اليهود ولا اي بتنجان في البلاله. انت طالع بتجاوب على ايه؟ والله المنصور ده اسم محل، ده مش اسم الله عندنا خالص، ما عندناش حاجه اسمها المنصور اصلا. انت طالع بتجاوب على ايه؟ اتفضل. ماشي يا عم ميمو، هنذاكر لك اسلاميات يا عم ميمو، اصبر بقى شويه. اتفضل معاك مع حضرتك. يا عم انت لا مذاكر كده ولا مذاكر كده، انت لا تعرف اسماء الله. اجيب لك اسم عندك في الكتاب تقول مش عندك، اجيب لك اسم مش عندي وتقول لي عندك، اجيب لك اسم اصلا ملوش وجود في الوجود وتقول اصل مره عندك ومره تقول مش عندك. انت يا استاذ بجد بتخترع. صدقني يا استاذ، انت رايك في انت شايف ان انت موفق كده في الحوار الصراحه بمنتهى الصراحه، يعني شايف ان انت كده ابليت بلاء حسن. اتفضل. طيب كفايه كده النهارده يا عم ميمو، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاك تكبر يا الرحال يا عم. ما فيش تكبر ولا حاجة، أنا كبرت في إيه؟ طيب يلا اتفضل المايك مع حضرتك وخلاص كده. أنت التحدي يظروفه معاك، ها اطلع يلا قول بقى إن أنت كده أخطأت وخلاص وسلم نمر. يلا اتفضل. لا لا بص، عشان تكسب التحدي هات لي صفة عظيمة في الله، جليلة في الله، جابها الاسلام وما جتش في الكتاب المقدس كده، يبقى انت فعلا اللي قلت 99. اطلع قول انت مخطئ. يلا اتفضل اطلع قول انا اخطات. لا انا لما اكون غلطان هقول غلطان، لان انا فعلا ما كنتش اعرف ال 99 اسم فيهم اسماء تهين الله، فكده انا غلطان. ماشي اتفضل. اولا انت كده غلطان واعترفت، لكن انت غلطت غلط بدل غلط غلطين او ثلاث. اولا اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى دي معلومه لك قبل ما تمشي، ما فيهاش حاجه تهين الله، بل فيها حاجات كل اسماء هي تعظم الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفه نقص. اما انت عندك الرب بيندم، يبقى المعيار اللي انت حطيته الصفات اللي هي بتسيء للاله موجوده عندك. ما رايك في صفه الندم؟ اتفضل اسمع منك. لا الندم مش زي ما انت فاهم او بالمعنى المشهور. معلش انا تقريبا فصلت يعني مش قادر اواصل، فكفايه كده النهارده. اتفضل معاك مع حضرتك. معلش بس قول النعم، الندم مش بالمعنى، امال المعنى ايه؟ معلش قول يعني ايه ندم. اتفضل. ده طار. طار يا حبيبي طار. طيب ربنا يهديه. هم دول النصارى والله العظيم ولا عارفين حاجه ولا في كتابهم ولا في كتابنا ولا اي حاجه، ويجادل ويكابر. ثقوا تماما يا شباب ان اي حد ربنا سبحانه وتعالى وهبه عقل سليم وفطره سليمه فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سينعم عليه بنعمه الاسلام ان شاء الله. فده علشان ده بيضل نفسه، ده بيضل نفسه ولا عارف اسم الاله في المسيحيه ولا عارف انت عارف. يقول لك مره في اخطاء، يقول لي انت بتجيب كلام ملاحده حاجه ضايع، يقول لك انا اتحدى وقعد كده فيها شويتين ويرجع معلش السنه غلط. ربنا يهديكم يا نصارى.